تنفيذا لتوجيهة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتحت رعاية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية تنطلق يوم الجمعة بمركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي أولى فعاليات سوق الزهور تحت شعار مملكة والذي تقيمه وكالة الزراعة والثروة البحرية بمشاركة مزارعي الزهور المحلية وجامعة الخليج العربي. للتعرف أكثر على فكرة هذا المعرض وما يتميز به معنا على الهاتف المهندس حسين الليث القائم بأعمال مدير إدارة الثروة النباتية. أستاذ حسين بعد التحية، ما هي فكرة إطلاق معرض الزهور في مملكة البحرين وما هي أهمية إقامة مثل هذا المعرض؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الهدف الأساسي من هو خلق نافذة تسويقية جديدة تساعد المزارعين لبيع منتجاتها، يعني منتجاتهم من الزهور لرفع العائد المادي، وهذه الفكرة الأساسية. طبعا نعم، وما هو الهدف؟ يعني نحن نعلم أن هناك أسواق أخرى زراعية، لكن سوق خاص بالزهور هذا هو شيء جديد، يعني لم نشهده من قبل، فما هي خصوصية هذا الموضوع؟ طبعا هاي الخصوص، يعني طبعا هذا يعني تبني مثل هذا المعرض المتخصص للزهور سوف يشجع المزارعين والمهتمين بالنشاط الزراعي في تنويع إنتاجهم وعدم قصرها على منتجات محددة، مما ينعكس إيجابيا على العائد المادي للنشاط الزراعي، خاصة أن العائد المادي للزهور عائد ما يكون مرتفع مقارنة بالإنتاج المنتجات الأخرى. نعم، هل تعطينا فكرة عن عدد المشاركين وعن هل سيكونون فقط من مملكة البحرين أو هل سيكون هناك مشاركين من الخارج؟ نعم، يشترك في المعرض تقريبا 9 مشاركين بالإضافة إلى وكالة الزراعة، وتتلخص أنواع يعني، وطبعا هذه طبعا راح يكون منتجات محلية يعني وليس أجنبية، ويكون مزارعين أنتجوا هذه المنتجات بنفسهم يعني. وطبعا معروضات بصفة أساسية زهور القطف وزينة بجميع أنواعها يعني، وتشارك وكالة الزراعة بزهور الأوكيد المنتجة داخل المعاملة معاملها بمساعدة الخبراء التايوانيين، كما تشترك بأنواع مختلفة من الورود المنتجة داخل الحاضنات الزراعية بواسطة المتدربات. ومن المشاركين طبعا جامعة الخليج العربي، وهو ما يعطي زخما للمعرض باشتراك جهة أكاديمية بمنتجاتها. نعم، المهندس حسين الليث القائم بأعمال مدير إدارة الثروة النباتية، شكرا جزيلا لك.